هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال. مرحبا بكم. شحال راكم شابين اليوم يا أطفال؟ إذن مرحبا بكم في هذه الحصة. شكون اللي كلمناه عبر الهاتف باش يحضر في الحصة؟ رفد يدو. برافو. إذن يا أطفال نوجه نداء كذلك للأطفال اللي يشاهدوا فينا يقدروا يشاركوا باش يجوا يحضروا معنا كذلك في الحصة بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال اللي شاركتوا باش تحضروا معنا في هذه الحصة. نقول لكم برك باللي التسجيلات راهي كثيرة، راهي عدات لعشرين ألف، وهذا دليل على أن حصة عمو يزيد عجبتكم بزاف. حنا تاني نحبكم، ماذا بنا نستضيفكم كامل، ولكن شوية صبر راح تكونوا معنا كامل وسوف يرن الهاتف عندكم إن شاء الله. يا أطفال في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم جدا، هو اليوم العالمي ضد العنف التربوي. دونك سي لا جورني انترناسيونال بور لا نون فيولونس ايديوكاتيف. هل العنف يربي يا أطفال؟ لا ما يربيش، ولكن احنا راح نوجه نداء للأولياء والمربيين كامل والأساتذة والمعلمين، نقولوا لهم ما لازمش يكون العنف في التربية، ولكن انتم يا أطفال واش لازم تكونوا عاقلين يا أخي. إذن من خلالكم نوجه نداء ضد العنف التربوي، ولكن انتم تاني يا أطفال لازم تكونوا عاقلين ودراف وتاخذوا الرأي. إذن كالمعتاد راح نطرح عليكم لغز. هذا اللغز هذا في بداية الحصة اللغز يقول: شيء يرتفع وينزل بدون أن يتحرك. أعيد اللغز: شيء يرتفع وينزل بدون أن يتحرك. إذا فكروا معنا إلى غاية نهاية الحصة، وكذلك الأطفال اللي يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز بهذه الطريقة عبر موقعنا الإنترنت عمويزيد.com. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. اليوم كذلك كلفنا الباحثة باش ديرنا بحث عن شخصية مهمة في الكفاح الجزائري المسلح. اليوم راح نتعرفوا عن شخصية مهمة اللي هو عبد الرحمن ميرا. إذا تفضلي تصفيق عليها. مساء الخير يا أطفال. مساء النور. اليوم جيت نحكي لكم على حياة الشهيد عبد الرحمن ميرا. وليد عبد الرحمن ميرا سنة 1922 بقرية تغلط ولاية بجاية في أسرة فقيرة. توفي والده وهو لم يكمل عامه الأول فكفله عمه، وفي هذا الجو القروي تربى وترعرع ولم تسمح له الظروف بالدخول إلى المدرسة. احتك بالرعيل الأول من مناضلي الحركة الوطنية من حزب الشعب، فاستمد منهم نضاله الوطني وانخرط في حركة انتصار الحريات الديمقراطية، وأصبح مناضلا نشيطا منذ سنة 1947. وكان رحمه الله من أوائل الشباب الذي انضم إلى صفوف جيش وجبهة التحرير الوطني، فشكل فرقة من المجاهدين في قريته، وكان أول معاركه بسيدي علي بوناب. وفي سنة 1955 رقي إلى رتبة ملازم، وعرف القائد ميرا بتجنده وحنكته السياسية، حيث استحق عن جدارة ميدالية المقاومة في مارس 1956 بعد أن نجح في لم شمل جنود المناطق،
كما أمن مؤتمر سوماي في 20 أوت 1956، بعد أن نجح في لم شمل جنوده المناطق. كما أمن مؤتمر سوماي في 20 أوت 1956، وبعد المؤتمر تطوع للجهاد في الولاية الخامسة لإعادة تنظيمها، وفي هذه الفترة رقي إلى رتبة نقيب وقاد الولاية الثالثة بعد استشهاد العقيد عميروش سنة 1959. استشهد عبد الرحمن ميرا رحمه الله وسلاحه بيده في يوم 6 نوفمبر 1959، رحمه الله. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. وشكرا. شكرا 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 نور الهدى. شكرا يا أطفال. عبد الرحمن ميرا من المجاهدين المعروفين واللي نترحموا عليهم في كل مرة، وعلى بالكم اللي كاين جامعة مدينة بجاية تحمل اسمه، نسمي عليه على الشهيد عبد الرحمن ميرا. قبل ما نروحوا للفقرة الموالية، عندي طفل جانا اليوم واسمه يوسف، جابنا شعر يقول فيه أنا ابن الجزائر. يلا نسمعه. تفضل يوسف. مساء الخير عليكم. أيا زار حذر ثارة نحوجك ثرث مارة، أنا ابن الجزائر أحب بلادي كحبي لنفسي، وريث ذلك عن آبائي وأجدادي، فقد ضحوا من أجل الوطن بالنفس والنفيس، وتصدوا لكل معتد أثيم. في أرض الجزائر ولدت، وفي أحضانها نشأ آبائي وأجدادي، وأنا أنعم بالسعادة والهناء في ربوعها، ولا أقبل عنها بديلا. واليوم الواجب يدعونا لكي نؤدي لهذا الوطن ما له من حقوق وما علينا من واجبات نحوه، حتى يرتفع شأنه ارتفاعا ويصبح من الدول المتقدمة. برافو 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 يوسف، برافو برافو برافو. جميل الشعر على الوطن. احنا واش نقولوا؟ 1 2 3 1 2 3 في الجزائري. 1 2 3 في الجزائري. اذا تحيه للجزائر، وتبقى دائما فوق كل اعتبار، والمجد والخلود لشهدائنا الابرار. قبيله تكلمنا عن العنف التربوي، انا في هذا المجال هذا جبت لكم اغنيه تتغنى بالمعلم. واش يقول قم لل شكون يعرفها؟ أرواحي تعالي. واسمك؟ ليليا. قولي لنا. وقم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يصبح رسولا، أن يكون رسولا. بدأت. قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. إذا تغنوا معايا كامل. معلمي من كل جهل صنتني. يلا نغنوا كامل مع بعض. معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني. من كل جهل صنتني إلى المجد صحبتني. معلمي زودتني علما نورت به دربي، زودتني علما نورت به دربي، كنت أبا وأما يا نعم المربي، كنت أبا وأما يا نعم المربي. معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني. معلمي من كل جهل صنتني إلى المجد
صاحبتني معلمي معلمي. تحملت دعابي في القسم ومزاحي، تحملت دعابي في القسم ومزاحي، وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي، وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي. معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني. معلمي معلمي من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي. وقفت بجنبي إن ضاق بي حالي، وقفت بجنبي إن ضاق بي حالي، وكنت جوابي دوما في سؤالي، وكنت جوابي دوما في سؤالي. معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني. معلمي معلمي من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي. واسمك يدوي إجلالا واحتراما، واسمك يدوي إجلالا واحتراما، يا صاحب السمو أهديك السلامة، يا صاحب السمو أهديك السلامة. معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني. معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي. شكرا 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 شكرا. وكنت دوما جوابي عند سؤالي. إذن المعلم دائما هو اللي يكون المرجع عند الطفل. تحبون المعلم تاعكم يا أطفال؟ لا. أنتم تاني لازم تكونوا عاقلين باش يقودوا المعلمين تاعكم كامل باش يتهلاو فيكم ويكونوا لطفاء معكم يا أخي. إذن واش رأيكم؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ لا. يلا نشوفوا دركا عمو فؤاد اللي جانا من كندا. تفضل عمو فؤاد، مرحبا بك. تفضل عمو فؤاد. Thank you.
برافو 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 عمو فؤاد، برافو برافو. عجبتكم ألعاب الخفة؟ يا أطفال شفتي مما نحرت؟ مما نحرت؟ أعطيني الميكرو تشوف اسكو حارو، قولي لا فهمتي كيفاش دار لها؟ كيفاش دار؟ دخل على الداخل ومن بعدك دار لها واحد البابيات. ايه؟ ومن بعدك دار هكايا، بقى راسها التم وبقى رجليها التم. ايه وفهمتي كيفاش؟ انا ما فهمتش انا. صعيبة؟ لا لا. صعيبة شوية. خلاص هذا يبقى، هذا يبقى بالأسرار تاع ألعاب الخفة. يا أخي يا أطفال رايح درك نروح نحكي لكم حكاية. تحبوا الحكايات؟ يا أطفال اليوم راح نحكي لكم حكاية تاع الطائر الطيب والعجيب. هذه الحكاية هذه في سالف العصر والأوان كان حقل فيه الدلاع. تعرفوا الدلاع؟ الدلاع كانوا واسمه البطيخ باللغة العربية لي باستيك. كانوا هذيك السنة كان المحصول مازالوا في الحقل هكذا، وكانوا هذوك الدلاعات يتكلموا مع بعضهم بعض، يتكلموا دلاعات صغار هكذا يستنى، وكل واحدة تقول لها أنا اليوم يجوا يدوني يقطفوني باش نروح، يدوني للسوق باش يستفيدوا مني الناس، يكونوا عطشانين. عباكم الدلاع لما ناكلوه نكونوا عطشانين يروينا العطش لأنه بارد وفاكية باردة. بدأوا يتكلموا مع بعضهم هكذا، كل واحدة تقولها أنا ننتظر بلك يدوني كانش مدينة بعيدة، واحدة تقولها أنا يدوني للسوق بلك أنا نطيح في يد أطفال يأكلوني يستفادوا مني وكامل. ومن بعد شافوا لاحظوا باللي بعيد عليهم كانت واحد الدلاعة كبيرة مشي تاع المحصول تاع هذا العام. قالوا لها أنت واش راكي ديري هنا؟ إيه قالت لهم أنا عندي شحال هنا. قالوا لها بصح علاش ما داوكش باش يروحوا الناس يأكلوك يستفادوا منك وكامل؟ قالت لهم أنا عندي نفع آخر. قالت لهم أنا يجي واحد الطير هكذا اسمه الطائر الطيب العجيب، يجي ينقر هكذا مني، ياخذ زريعة ديالي، ياخذ هذيك الزريعة هذيك ويطير بها يروح الأماكن أخرى، ولما تطيح هذيك الزريعة تعاود تنبت في أماكن بعيدة اللي ما كانوش يعرفوا هذا البطيخ وكامل. قالوا لها سبحان الله، قالوا لها سما البطيخ ممكن أنه يكون في أي مكان. قالت لهم هذه حكمة الله سبحانه. دوك هذاك الطائر ما فهموش، هما عم بالهم ماشي صح، عم بالهم يتكلم فقط. ولكن بعد فجأة شافوا الطائر جاي وراح ياخذ هذوك لي غران، هذوك الزريعة هذيك، ثم فهموا باللي الطائر هذاك ياخذ زريعة وياخذها لأماكن بعيدة جدا. عمو يزيد تسمى الحكاية اللي نستخلصوا العبرة اللي نستخلصوها من هذه الحكاية، كل ما يخلقه الله له نفع للإنسان. بالضبط بالضبط بوبي، بالضبط بالضبط. إذن كل حاجة يخلقها الله سبحانه عندها نفع في حياتنا. يا أخي يا أطفال شكرا شكرا. عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ شكون اللي عنده نكتة يجي يحكيها لي؟ أروحي بنتي، تعالي تعالي. قعدي بنتي، قعدي قعدي مع مويا زيد. واسمك؟ راهف. من جيتي راهف؟ من الحراش. من الحراش، خيار الناس. احكي لنا النكته تاعك بنتي. كان يا مكان في قديم الزمان، كان كلب يجري يجري طاح، راح عند صحابو قالوا طيح طيحت الكلاب. برافو 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 برافو. اروحي بنتي، تعالي تعالي تعالي، قعدي هنا. واسمك بنتي؟ ماريسا. ماريسا وين تسكني؟ في القبة. في القبة. احكي لنا النكتة تاعك. كانت واحد العصفورة كانت داخل دارها تغني مع ولادها، بعد ذلك جا الديب قالها رميلي واحد ولا ناكلهم لك كامل، بعد البراج قالها ما ترميلوش يا الخوافة. ما لازمش تخاف. برافو. شو عنده نكتة؟ عندك نكتة؟ تعالي تعالي. اروحي بنتي، اروحي منا. عندك
كبيرة. أروحي منها. عندي وحدة كبيرة. كيفاش كبيرة؟ واسمك؟ ابتسام. ابتسام، وين تسكن ابتسام؟ تسكن في الجزائر. وين في الجزائر؟ ألجي. ألجي في دارنا. هيا احكي لنا النكتة تاعك. واحد النهار واحد المعزة مع سبعة أولادها، كي كانت رايحة المارشي قالت لهم بالك وتحلوا الباب، سينو يجيكم الديب رجليه كحولة. بعد كي شاف ماماتهم راحت المارشي شاف قالها بالك انا نروح ناكل ولادها. ومن بعد بدا كيدخل، بعد كي طبطب لهم قالوا له لا انت يا الديب. ومن بعد كي عبد راح الغابه صبغ رجله بيوطه، من بعد كي فتحوا له الباب راه كلاهم قاعيتك، بقى غير هذاك الصغير. بعد كي جات ماماتهم راح يجري برا، قالها الديبا وكلا قاعيتك صحابي. بعد كي خرج هذاك الديب برا فتحوا له كرشه ونحت قاعدك ولاده وعمرت له كرشه بالحجر. بعد عبدت خيطتها له. بعد كي ناط راح للبير باش يشرب الماء طاح. برافو 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 بنتي، روحي لمكانك. شكون عنده نكتة؟ اروح انت. سبايدر مان، يلا سبايدر مان تعال. أنا عندي عندك بزاف. عندك تو كنزقيلك. يلا واسمك؟ ادم. احكي لنا نكته تاعك ادم. سأل المعلم التلميذ قال له ما الفرق بين الكرة الأرضية وكرة القدم؟ قال التلميذ الكرة الأرضية تدور بين الكرة القدم ندور بها. برافو 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 برافو. اروح تعال تعال اروح. واسمك؟ تعليل. تعليل، احكي لنا النكته تاعك. نسيت نكته خلاص. نسيتها. شكون؟ اروحي بنتي انت. تعالي قعدي بنتي، روحوا في زوج. اروح اقعد ملك اسنا، اقعد منا. ايوه اسنا، حطوا كاس عمويا زيد هنا. فوالا. واسمك بنتي؟ نور. نور، وين تسكني نور؟ سطيف. في سطيف. سطيف العالي، الله يبارك خير الناس، تحياتنا كاع ناس سطيف. احكي لنا النكته تاعك. قال لك واحد الخطأ راجل غبي راح للأمريكان، كما جاء قبل جاء عرس، قال سقس الأمريكي قال له تعمل هذا العرس؟ قال له I don't know. الغدوة جاء عقب الجنازة سقس الأمريكي قال له I don't، قال له تعمل هذه الجنازة؟ قال له I don't know. قال له بارح تزوج اليوم مات، ربي يصبر مرته. برافو برافو برافو. واسمك ولدي؟ ريان. وين تسكن ريان؟ عين ناجة. كنا نكتة تاعك. واحد النهار واحد الولد قلب بها شي بالون شرال، وقالوا لا لا سيتي، قالوا لا لا رحنا في الطريق، قالوا يضربوا الطنو فيها، قال لهم ندي كوفرون. واش يدير؟ ندي كوفرون. معلش. شكرا شكرا شكرا. يا أطفال، ما هو الشيء الذي يرتفع وينزل بدون أن يتحرك؟ أنت. الحرارة. الشمس ولا الحرارة؟ الحرارة. 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 الشمس. يزيد أنا اللي قلتها. الحرارة. شكون اللي قالها لك؟ قولي الصح. شكون؟ الكتكوت. شكون؟ الكتكوت. الكتكوت هو يبيع الماتش. شفتي؟ هكذا شفالي هابرك.
زيدي. حرارة. الحرارة. حرارة. وش هي؟ حرارة. وأنتي؟ الحرارة. الحرارة. البرد. لا لا الحرارة الحرارة. شو قالها الأولاني؟ تعال تعال. إذن ترتفع وتنزل بدون أن تتحرك. وكتكوت بعنا الماتش لوسمك روحي واسمك واسمك راهب راهب يكون لك الكتكوت ايه يكون لك وليد خالي وليد خالي فوالا عليك انا قلت الشمس اذا ذكرهم باسمك صهيب 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 هو اللي وجد الجواب على اللغز اللي هو الحراره اذا صهيب راح نعطوا لك هديه من عند عمو يزيد عطيني هديه تاعو فوالا صهيب اذا صهيب عندك سيدي مدرستي ان شاء الله يفيدك وعندك قبعه مع عمو يزيد باش تلبسها ثاني وعندك كذلك عمو فؤاد يهدي لك هاد العلبه فيها العاب خفه ودوك بعد نهايه الحصه راح يوري لك كيفاش تستعملها يا اخي فوالا هيا مبروك عليك وليدي يلا برافو اذا برافو يا اطفال لحقنا دركا الركن اللي نحبه اللي هو ركن عيد الميلاد عيد ميلاد بشرى ويسرى التحقوا بيا واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاعهم وحنا نغنوا لهم ارواحوا تعالوا تعالوا يلا بشرى يلا يسرى هاي عيد ميلاد احلى عيد يلا عيد ميلادك احلى عيد ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد قول لك عيد ميلاد سعيد جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو إذن ستة خمسة أربعة ثلاثة زوج واحد صيف يلا طفونا الشماع برافو 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 إذن قطعونا الجاتو إحنا رانا كامل جيعانين يا أطفال هاكي قطعونا كل واحدة تقطع الجاتو وأنا ما بقى لي إلا نقولكم انتظرونا في الأسبوع المقبل على الخمسة العشية نهار ثلاثة على قناتكم الشروق تي في مرحبا بكم يا أطفال لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد
لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. برافو برافو برافو، بوسهم بوسهم.